ما فيهاش بالعقل. مدير مستشفى سليمان عميراتي تم طرده من المستشفى أو يتنقل في سيارة الشرطة الآن. سراق سراق يهودي سراق يا العصابة يا العصابة حميو العصابة العصابة يا سراق يا سراق يا سراق يا سراق ديكاش ديكاش يا سراق ديكاش 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 يا سراق ديكاش يا سراق ديكاش يا سراق ديكاش يا سراق يا سراق يا العصابة يا سراق يا سراق يا سراق يا سراق يا سراق يا العصابة يا شفتوا مدير مستشفى كيف تم طرده من طرف الشعب؟ شرى طردة إلى الشارع. هذا المدير اللي تكلمنا معه عندها عام وعطيناه المطالب تاعنا وقلنا له يا ولدي المستشفى راه وصل لوضع كارثي، خدمة المستشفى هاي النقايص هاي النقايص النقايص. بعد عام المستشفى يزيد يتدهور، الحالة نتاعو تتدهور أكثر فأكثر. وين أصبحنا؟